طبعا انا حاولت اكثر عن مره ان انا اقلع، مش من اول مره قدرت. للامانه رحله الاقلاع عن التدخين ما كانت سهله، انا حاولت اكثر من مره وراجعت دكتور مختص بالاقلاع عن التدخين لاكثر من مره، بس في كل مره كنت افشل لان الموضوع كان نفسي اكثر. الفتره الاولى كانت صعبه نفسيه، يعني نرفزه العصبيه، كانت قناعات ان ما راح تقدر توقف، نيكوتين، الجسم يحتاج، هي كلها كانت اوهام، يعني اكتشفت انها كانت اوهام. بس المره الاخيره ضبطت. قررت اقلع عن التدخين لما كنت في احدى حملات توعيه الاقلاع عن التدخين، وقتها كانت من ضمن الشغلات اللي حاطين رأيت مدخن ورأيت غير مدخن. لما شفت رأيت الغير مدخن ساعتها كان خلاص يعني لازم أقلع. صراحة شعور جدا جميل، نفس ما قلت أنا بعد ما أقلعت عن التدخين حرفيا حسيت أني رجعت للحياة. كل شيء تغير، النفس، الرياضة، الأكل، التذوق، يعني صرت أستطعم الشغلات. يعني قبل ما يعني أيام كنت أدخن أوكي نستمتع بالأكل، بس بعد الإقلاع صرت أتلذذ أكثر في الأكل، وحتى النفس، الشم، النوم، يعني بشكل عام شعور جداً جميل. أكثر شغلة ساعدتني الإعلان. أنا كان يعني ممكن إحنا في المجتمع اللي إحنا فيه إنك أنت عطيت كلمة وإن أنت أعلنت قدام الناس إن أقلعت عن التدخين، فصعب إني أرجع مرة ثانية أدخن. فصراحة هذا كان أكبر حافز إني أنا أستمر إن أكون أو أقلع عن التدخين، أني أنا أعلنت للكل في كل وسائل التواصل الاجتماعي، في الدوام أذكر أني وزعت كيك أحتفل من أول يوم طلعت فيه عن التدخين أن أنا خلاص أقلعت عن التدخين. الحمد لله كملت 8 سنوات مقلع عن التدخين، بعد شهرين أو بالضبط 12/8/2023 بكون السنة 9 بإذن الله. والله أنا أنصح كل المدخنين أنهم يبدون أو يبتدون بهالخطوة ويقلعون عن التدخين، لأن حرفياً راح يرجعون للحياة أو راح يحسون بطعم الحياة بعد ما يقلعون عن التدخين. يعني أنا كل سنة أحتفل بعيد ميلادي، قبل عيد ميلادي أحتفل بالإقلاع عن التدخين، أنا في هالتاريخ أقلعت عن التدخين، فنفس كني أذكر نفسي وأذكر اللي حواليني ترى أنت ودرت التدخين، لا ترجع مرة ثانية. يعني.